وللحديث عن الموضوع أكثر نستمع لحوار أجره الزميل الجارح أبو سالم مع الدكتور عبد اللطيف حناشي، مؤرخ تونسي وأستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بجامعة منوبة بتونس. أردت أن أسألك، هل في نظرك كتكهن، هل العملية ستكون مؤقتة أم ستمتد، أم يعني قراءتك الأولى؟ لا، أنا أعتقد كسحابة صيف سوف لن تستمر، لأن المسألة نسبيا الآن تبدو معقدة حسب التواصل مع بعض الأصدقاء من مواقع مسؤولة مختلفة. يقال أن الدعوة جاءت من الاتحاد الإفريقي، اليابان نسقت مع الاتحاد الإفريقي لإقامة هذا المنتدى، وهي التي استضافت هؤلاء. فكان الرئيس حسب ما يقال لي مضطرا للاستقبال، فحتى في أثناء حديثنا على أساس لماذا لم على الأقل يقوم شخص آخر بهذه العملية في مستوى أدنى حتى للتعبير عن كذا، بطبيعة الحال لم يكن هناك جواب مقنع لهذه المسألة. يعني البلاط أو الديوان الرئاسي ألم يحسب عاقبة هذا الاستقبال؟ لا أدري، أن لا أعتقد أنهم لم يحللوا العملية قبل، لا أعتقد. يعني حتى الدبلوماسية التونسية تعيش، يعني البلاد الكاملة تعيش مشاكل متعددة، وهناك سوء للإدارة بشكل عام، إدارة حتى وزارة الخارجية، ويعني يبدو أن لم يكن هناك حسابات دقيقة وحسابات للتداعيات الممكنة لهذه العملية في الوقت اللي يعني برغم اللي شابه نوع من بعض البرود منذ تقريبا وصول قيس سعيد، ولكن استمرت العلاقات الاقتصادية والثقافية. يعني الآن عدد الطلبة التوانسة اللي سجلوا في الكليات والجامعات المغربية تضاعف، وسعادة السفير المغربي في تونس هو من أكثر السفراء نشاطا في كل الميادين تقريبا، الثقافية والاقتصادية إلى غير ذلك، وعلاقة النخبة التونسية بالمغرب بشكل عام يعني ممتدة وواسعة وعندها مظاهر عديدة. كما قلت سعادة السفير يعني من أكثر السفراء المعتمدين في تونس نشاطا وحركية، وكما قلت علاقاته ممتدة وواسعة.